قبل ما أنهي الوقت، يعني شرف ليا كبير إني لما أتكلم أتكلم قدام سماحتكم وقدام سماحة الشيخ عيسى قاسم. إحنا زرناه كلجنة، لجنة البحرانية للتسامح والتعايش، والأخ يوسف بالزبون قال لي إحنا هنروح نزور رجل عظيم. فقعدت أفكر كده، يعني المكتب بتاعه هيبقى إزاي، الاستقباله هيبقى إزاي، هل في حرس، هل في كذا. ورحنا وطبعا عارفين، يعني لقينا شخص عظيم بتواضعه بمحبته. اللهم صل. لقيت من الأشياء الكثيرة اللي عند سماحة الشيخ، منها الكرامة وعزة النفس. والدي كان دايما يعلمني انه لما يكون في شخص كبير في السن وكبير في المقام، كان دايما يقول لي لازم تروح وتسلم عليه وتبوس ايده. احنا عندنا في مصر لما بنبوس الايد اشارة الى الاحترام والتوقير. فسماحة الشيخ انا يعني مبسوط، ولكن في نفس الوقت حاسس بارتباك انه انا اتكلم وسمحتك تسمع. فاحنا بالعكس نحب ان احنا نسمع منك ونتعلم منك.